السلام عليكم. بونجور لي زامي. احسن واسرع طريقه للحفظ عن ظهر قلب هي اعاده كتابه النص الذي تود حفظه باليد، وان تقرا النص وانت تكتب. فهذه الطريقه مجربه وجد فعاله، لانها تجبرك على التركيز على كل كلمه على حده، وايضا تنشط جميع اجزاء الدماغ عن طريق الكتابه والقراءه. أيضا فالكتابة تبطئ من عملية استيعاب الدماغ، وبالتالي تسمح للخيال بنسج روابط بين الأفكار والكلمات، ونكون بالتالي قد طبقنا المثل العربي المشهور: ما كتب قر وما حفظ فر. أيضا لا تنسى الكتابة بالقلم الأزرق لأنه يساعد على الحفظ. غريب، لماذا بالضبط اللون الأزرق؟ فمنذ صغرنا ونحن نكتب بقلم أزرق، ومن منا لم يتساءل في يوم من الأيام لماذا نكتب بهذا اللون؟ سؤال وجدت الإجابة عليه عندما كنت بصدد تهيئة هذا الفيديو، وأحببت أن أشارككم هذه الفكرة. فاللون الأزرق ثبت علميا أنه يحفز المخ ويهدئ الجسم ويعطي إحساسا بالقوة والاستقرار النفسي والمعنوي، كما أن هذا اللون يساعد على الإبداع. عجيب. لا تنسى الكتابة بالقلم الأزرق. والآن ننتقل لشرح قصة فرنسية رائعة نتعلم منها عبارات وجمل جد متداولة. Je vous souhaite une bonne écoute. Deux discutent de tout et de rien. À la maison, déclare ce mari, c'est moi qui commande. Hier, j'ai dit à ma femme, chérie, donne-moi de l'eau chaude. Elle t'en a donné, tout de suite? Oui, tout de suite, car moi, pour rien au monde, je ne ferai la vaisselle à l'eau froide. نشرح باللغة العربية. Deux discutent de tout et de rien. Deux اثنين discutent يتحدثان de tout et de rien. في أمور عادية. À la maison, في المنزل, déclare ce mari, déclare يصرح هذا ce mari هذا الزوج. C'est moi qui commande. أنا هو c'est moi qui commande بمعنى أنا هو الآمر الناهي. Hier البارحة j'ai dit à ma femme قلت لزوجتي à ma femme chérie عزيزتي donne-moi أعطيني de l'eau chaude أعطيني الماء l'eau chaude الماء الساخن chaude بمعنى الساخن. Elle t'en a donné tout de suite هذا سؤال وهل أعطتك الماء الساخن فورا. Elle t'en a donné tout de suite فورا. Oui نعم tout de suite فورا car moi لأنه car moi لأنه pour rien au monde هذه عبارة مجازية pour rien au monde تعني لن أقبل أبدا pour rien au monde لن أقبل أبدا je ne ferai la vaisselle لن أقبل بغسل الأواني je ne ferai la vaisselle la vaisselle هي الأواني المنزلية je ne ferai la vaisselle à l'eau froide يعني لن أقبل أبدا بغسل الأواني المنزلية بالماء البارد. Allô, froide.